لي وقع لي سيدي، انا كاري عند هذا السيد وخرج لي حويجاتي نهار السبت، وانا وليداتي في الزنقه النهار كامل، وهو كان وما شربوا النهار كامل، وانا في الزنقه وتيدوز علينا ويمشي ويجي علينا، وقال لي اعطيني فلوسي ولا خوي لي محلي انا بغيت نكريها اليوم. وهاد الناس الله يجازيهم بخير، جيراننا حتى انا هنا شافوا النهار كامل حتى المغرب هما الحوايج في الزنقه، صافي قال لنا نديروا لكم الحوايج هنا في الكراج، تاحنا عليكم الله تجمع عليا الكرا ديال الحجر. صحيح ما خدمش الراجل اللي خدمي في الموقف، لا تنخلصو لا خدمتي يخلص الكرا، ربي الناس المحسنين تعاونوا معايا نجمع وليداتي من الزنقه من نهار الصبت، وانا والدراري في الزنقه تنضري في الزنقه البارحه حتى الليل، ودقيت على هاد السيده داك النهار طلت 12 الليل وانا قاعده هنا، الناس دخلوا لي حوايجي وبقيت انا وولادي في الزنقه، عيطوا عليا الناس قال لنا دخلوا، راجل تا هو مسكين تيدور ما كراش ما عرف ما يدير، ما خدم ما لقى فين يخدم، عرفنا به ولكن هو اللي صرف فيه في رمضان، وباش كان تيصرف في رمضان وتعاونوا به مع الوليدات، حيت هو راه ما خدمش 3 شهور الحجر صحي كلها ما خدمش، حياتي مشت انا ووليداتي في الزنقه، ربعت الوليدات ما سالتش تجي وياهم في الزنقه، جمعنا وليداتي الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيهم بخير. تعاونوا معايا الناس الله يجزيهم بخير. كان حوايجها حطاهم في الزنقه وكل شيء قاعد هي ولادها النهار كله، 13 الليل جاو شي ناس دخلوا ولاو داو لها حوايجها عندهم في واحد الكراج، وبقات هي في الزنقه، ملي شناها ولينا ديناها عندنا كل نهار كتبات عند وحده في صحاباتي، صيفطوا غير المقدام دوروا مشاو الناس جاو دخلوا الناس حتى حد ما لقى لها الحل، قال لهم صافي فات الحجر الصحي صافي ما عندنا ما نديروا لها، ما خلصتش لي الكره هاد المده شي 4 شهور دابا، وقال لهم تعطونا هو قبل من كاع 4 شهور تيقول لهم تعطيني فلوس الكره قبل ما تجمع 4 شهور في الحجر الصحي، كيقول لهم عطيني الفلوس ديما تيطلع لها تيقول لها فوق الطليق ما مزيانش، ديما هي مكرفصه ديما هي مكرفصه في الكره، ديما محاول فاش عرفت انا ديما زعما المعيشه ديالها راجلها ما كيخدمش رسمي كيمشي للموقف، انا استقبلنا عندنا كنطلب منهم ويتساعدوا مع هاد السيده على قبل وليداتها، عندها 4 الوليدات وانا كنعرفها كشهاده لله، انا كنعرفها راه ما في حالهاش، انا الحمد لله انا ظروفي ما داك ولكن اللهم لك الحمد، تنتمنى لان الناس يتساعدوا معاها وتجمع هي وليداتها، شوفوا لها فاش تجمع هي وليداتها.